ولكن حاجة تشرف بلدي إن رجال المخابرات يبقى عنده لغة واتنين وتلاتة غير العربي. بني آدم محترم لذيذ، دمهم خفيف، كل حاجة. فأول ما قريت المسلسل، يمكن أول جملة أو جملتين فيهم قالت له وديني على المخابرات سواق التاكسي، قال لها استر يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. فمن الحاجة من الحتة دي برضو قلت الله، طب ما الناس دي كده اللي أنا قابلتهم. وهنا فعلا الشعب المصري يقول لك لا اسم ولا مباحث أمن دولة ولا مخابرات ولا بتاع، يا عم اللي بيروح هناك بيروح ورا الشمس. ففي نفس الوقت حاولت أقول يعني يا أخوانا بني آدم الراجل بتاع المخابرات ده راجل زينا،